نجوم الزمالك تحتفل بزفاف أبو جبل. سيطرت حالة من الفرح والبهجة خلال حفل زفاف محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، ودعا محمد أبو جبل كتير من زملائه اللاعبين بالزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض لحضور حفل زفافه الذي يقيمه بفندق كامبنسكي. وقام عبد الله جمعة لاعب الزمالك وبعض اللاعبين بالرقص مع أبو جبل ورفع علم الزمالك وتقبيله خلال حفل الزفاف. استغل أبو جبل عدم مشاركته مع الزمالك أساسيا خلال المباريات الماضية لإقامة حفل زفافه قبل حلول شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل. ويستعد الزمالك لمواجهة توجس السنغالي اليوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.